ما الحكم في التهريب وهو نوع من التجارة، وهي الأشياء التي منعتها الدولة مثلا وهي غير محرمة في الشريعة كالسكر والدقيق؟ وجهونا حول هذه المواضيع جزاكم الله خيرا. المطلوب من المسلم أن يكون صادقا في تعامله وأن يتمشى مع الأنظمة التي جعلتها الدولة، لأنه إذا خالفها عرض نفسه للعقوبة وللجزاء والمخاطرة. فالحاصل أننا ننصح بصدق المعاملة واتباع الطرق التي ليس فيها مخاطرة وليس فيها تعليق للنفس للعقوبة والمخالفة. هذا الذي ننصح به. جزاكم الله خيرا.